بجدد التحيه لحضراتكم مره تانية. وزي ما قلت لكم ان احنا في بدايه الحلقه هنبقى عندنا استوديو تحليلي لزياره الرئيس للامم المتحده في الجمعيه العامه للامم المتحده، الجمعيه رقم 73، هذه الدوره الهامه اللي مصر ليها ورقه عمل هامه جدا فيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في خلال هذا الاسبوع في هذه الجمعيه، وكان على هامش الجمعيه انعقدت كمان قمه نيلسون مانديلا، او انعقدت قمه نيلسون مانديلا تكريما لجهود الزعيم الافريقي. شارك في هذه القمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقى كلمه خلالها. كمان الجمعيه العامه للامم المتحده في هذه الدوره شهدت الاجتماع العام الرفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للازاله الكامله للاسلحه النوويه. كمان الجمعيه تطرقت الى موضوع الاجتماع الرئيسي اللي كان عنوانه متحدون للقضاء على داء السل، تصدي عالمي عاجل لوباء عالمي، ده كان عنوان الموضوع، وتم اقامه عدد من الحلقات النقاشيه حوله وحول كمان الامراض الغير معديه. كمان هذه الدوره شهدت اقتراح الامم المتحده وثيقه الصله بجميع الناس اللي كانت تحت عنوان القياده العالميه والمسؤوليات المشتركه عن تهيئه مجتمعات يسودها السلام والتكافؤ. تمت مناقشه ذلك خلال هذه الدوره ومناقشه امور اخرى. وسائل الاعلام العربيه والدوليه ابرزت خطاب الرئيس امام الجمعيه خلال امس واليوم واول امس، واللي ركز في او ركزت في معظم وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه على تاكيدات الرئيس حول ضروره الحل السياسي في سوريا واليمن وليبيا. وابرزت لقاءات الرئيس على هامش اعمال الجمعيه. دعوني ارحب بضيف في الاستوديو استاذ السفير هاني خلاف، اللي يكون معايا لمده الحقيقه بسيطه لان هو مستعجل الارتباطات لديه. دعوني ارحب بيه. شرفت استاذ سفير. اهلا بيك. اهلا بيك. استاذ سفير، ورقه العمل اللي تقدمت بيها مصر، او ايه اهميه الاوراق اللي قدمتها مصر والموضوعات اللي طرحتها في هذه فين جبت من حضرتك كلمه ورقه عمل؟ انا ما سمعتش في الخارجيه المصريه ان في ورقه عمل، هي بيان الرئيس بيعتبر ورقه عمل. اهو كده. طيب. انما انا بفتكر في ورقه انا فاتتني انها لو ركزت في مقدمته قلت كلمه الرئيس تضمنت ورقه عمل. ده تتضمن ثلاثة محاور. كلمة بيان الرئيس الدوري ما هو ورقة عمل مصر كل السنة بنعتبره هو خطة مصر في معالجة القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تمام. البيان نفسه يتضمن ثلاث نقط محورية جدا، ولقي النقطة الأولى منها اهتمام كبير جدا من الناس. أظن إنه فكرة انه الامم المتحده ينبغي ان تكرس نفسها في الفتره القادمه لمعالجه قضيه التهرؤ الملحوظ في مفهوم الدوله الوطنيه الواحده والمتماسكه، وده اللي الرئيس شايفه سبب من اسباب ظواهر كثيره بتعاني منها الامم المتحده، سواء كنا في منطقتنا العربيه او منطقه الشرق الاوسط اتلارج او المنطقه الافريقيه او بعض مناطق اسيويه. تهرؤ او تاكل مفهوم الدوله الوطنيه تحت دعاوى ايه بقى؟ دعاوى الطائفيه المذهبيه العرقيه العنصريه، كل الدعاوى دي بتخلي مفهوم الدوله الوطنيه يتاكل وتصبح هذه الدول معرضه لمزيد من اعمال الارهاب. مفهوم الدوله الوطنيه مهم جدا يعني. طب تمام، هو بقى بيطالب الامم المتحده انها تكرس برنامج خاص لاعاده تاكيد مفهوم الدوله الوطنيه. ده طرح جديد يا فندم. نعم، ده طرح جديد في هو اصلا بيقوله بقى له فتره. هو من القلائل المبكرين في اشاره الى تاكل مفهوم الدوله الوطنيه على يد دعاة الامميات او العرقيات او الطائفيات او المذاهب. هو عاوز يعيد تاني مفهوم الدولة الوطنية يصبح مركز اهتمام تعليما وتدريبا وحتى بقرارات يمكن صياغتها بشكل معين. الجزء الثاني اللي يعني لقي اهتمام من الناس ما هستاكل معاك الجزء الثاني لكن بعد هذا الفصل. بجدد التحية لحضراتكم مرة أخرى، وكنت قبل الفاصل بتكلم مع السيد السفير هاني خلاف عن ما يعني تحدث به الرئيس في هذه القمة. اتكلمنا عن الجزء الأول فيما يخص الدولة الوطنية، هيكلمني بقى عن الجزء الثاني. دعوني أرحب به مرة أخرى. أهلا يا سيدي. أهلا بيك. الجزء الثاني من خطاب الرئيس أو المرتكز الثاني اللي قدمه في بيانه
يتصل بفكرة ضرورة التأكيد على سلمية الحلول للنزاعات القائمة. لابد أن تكون النزاعات والأزمات لها حلول سياسية بعيدا عن الاستخدامات العسكرية أو التدخلات العسكرية. هنا في إشارة سوريا واليمن وليبيا طبعا هو صريح وأشارها وحددها بوضوح على كل الحلول اللي بتجري من خلال أو المحاولات اللي بتتم من خلال إقحام أبعاد التدخل العسكري بتكون أقل جدوى من الحلول المستدامة التي تنتجها مفاوضات سلمية بين أطراف مسؤولة. وهو طبعا بيقصد في نفس الوقت يتجنب النماذج المشروطيات الخارجية اللي بتقدمها بعض الأطراف الأجنبية في مساعيها لتسوية الأزمة في ليبيا أو سوريا. الأزمة في سوريا أو الأزمة في اليمن. الجزء الثالث والمهم هو مسألة ضرورة الوقاية من النزاعات قبل حدوثها. أيوة. وده بيهمه في يعني يستشهد في شرح رئيس هعود مرة مسألة إصلاح النظم التنموية والتركيز على البعد الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ما هي فلسفة جديدة. بس أنا قبل ما أعدي فندم الربط الاقتصادي أو أشتغل أو أتكلم في الربط الاقتصادي هنا الرئيس كمان إن هو اتكلم من واقع قال لك أنا بتكلم من واقع خبرتي أو خبرة مصر الفريدة لشعب يعني قام بجهد جبار انا بقول نفس كلمه الرئيس لاستعادة دولته وانقاذ هويته. هنا الرئيس كمان بيتكلم عن انقاذ الهويه ان اللي بيحصل ده بيهدد الهويه هويات الشعوب. طيب النقطه اللي كنت عايز اركز عليها بلتقطها في منهجيه العرض اللي قدمه الرئيس امام المجتمع الدولي انه بيجمع ما بين المبادئ المتفق عليها في القانون الدولي والسوابق المقبوله لدى الجميع في الشرعيه الدوليه وبين الازمات التي تعانيها مصر او منطقتنا سبيسيفيكلي او على وجه التخصيص. وبالتالي منهجية دي ما شاهدناهاش قبل كده فيما عددناه سابقا من بيانات مصرية امام الامم المتحدة. ويبدو ان يعني الخارجية المصرية ما كانتش بتطرح حاجات مشابهة قبل كده. لا المنهجية دي في اعداد الجو انت عارف طبعا الرئيس لما بيجي يعد له بيان بيطلب من عشرات الهيئات الاستشارية الأمنية والخارجية والاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء وكتير وهو بقى بيحدد بالضبط ملامح الطريقة اللي جمع بيها وطرحت بيها افكاره في هذا البيان مميزة جديدة لها تمييز كويس لأنه بعد ما قال المبادئ الرئيسية الحاكمة لكيفية إصلاح المنظومة الدولية والنظام الدولي وفقا بصراحة في خلل في وسائل أخرى وقال في خلل أساسا اللي هو قالها صريحة قال في وسائل لتنفيذ هذا المكان وقال في خلل في المنظومة الدولية محتاج كذا كذا ده انتهينا منها يا استاذ محمد ده في الاول خالص قلت لك اول ما بدا قال انا بتكلم على كيفيه اصلاح منظومه النظام الدولي او الامم المتحده بضروره التركيز على الثلاث قطاعات دي قطاع الدوله الوطنيه الوقايه من النزاعات قبل وقوعها والتسويه السلميه للنزاعات ثم استخدم في كل واحده منهم ما يتصل باوضاعنا المحليه في مصر او في البلاد العربيه او في غيرها ادى امثله بيها طبعا وطبعا ما فاتوش انه يتكلم على مساله تسييس حقوق الانسان تسييس قضايا حقوق الانسان واعتبار يعني اتخاذ بعض الجوانب الجزئيه من قضايا حقوق الانسان باعتبارها هي القضيه الوحيده في مسائل حقوق الانسان يعني الكلام بيخاطب الغرب بالذات والمنتقدين الذين يبحثون فقط عن قضايا حريات التعبير او النشاط الحزبي انما ما بيبصوش لحقوق الانسان بمنهج كامل وشامل يضم العلاقات في عملية توزيع الثروة بطريقة عادلة عملية حقوق الفئات المختلفة الهجرة غير الشرعية وطريقة اكتذاب او تجنب اللجوء اليها يعني هو حدد قال كل سياساتنا المصرية مراعية هذه الابعاد الشاملة صحيح فيما يتعلق بحقوق الانسان بمفهومه الشامل صحيح طبعا يهم حضرتك ويهم السادة المستمعين والمشاهدين انهم يعرفوا انه
برضو تميزت هذه الدورة اللي حضرها الرئيس لخامس مرة على التوالي من سنة 2014 لغاية سنة 18، وده أول رئيس مصري يحضر دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بطريقة منتظمة على مدار خمس سنوات متصل. اللي أنا كنت بتكلم فيه حتة إنه الرئيس المرة دي بيطرح. طب انا عايز اقول حاجه، الرئيس قال يا سيد سفير، الرئيس قال لك في كلمته ان الدول الناميه لا تحتمل العيش في منظومه دوليه، دي برضه حاجه جنب حقوق الانسان، لا يحكمها القانون والمبادئ الساميه التي تاسست عليها الامم المتحده وتكون عرضه للاستقطاب. هنا الرئيس دايما بيتكلم عن الاستقطاب، وبيتكلم كمان النهارده عن محاولات البعض الهيمنه على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على اعضاء المجتمع الدولي. بيقصد الرئيس من هذا؟ هو طول عمر الرسالة اللي عايزة طول عمر، أنا كمواطن عربي طول عمر النظام الدولي بيتعرض لمحاولات البعض فرض هيمنته عليه. بمعنى كان في استقطاب ثنائي زمان بين الاتحاد السوفيتي ما كان والولايات المتحدة، دلوقتي تعددت الأقطاب. أيوة. ثم ظهرت القوة الأوروبية كوحدة متكاملة. صحيح. ظهر في داخل الصين، يعني الاطار الصيني ده حاجه تانية كان مستمر على طول، انما الاطار الاوروبي نفسه شاهد تهرؤ نسبي في درجه التنسيق بينه وبين الامريكان في بعض القضايا زي معالجه الشان الايراني مثلا والاتفاق النووي الايراني. يعني ده ظهرت النهارده مفارقات خطيره ما بين المواقف الامريكيه والمواقف الصينيه. طبعا الاوروبيين نفسهم كمان مش كلهم على قلب رجل واحد في مساله معالجة قضايا الشرق الأوسط. صحيح. يعني بعض الناس بتهتم قوي، بيتفقوا في حاجات وبيختلفوا في حاجات. صحيح. وده لابد من التعامل معها كواقعية. يعني لابد من التعامل معها. وده انت عارف يا معالي السفير، ده أفهمه كمان من كلام الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي اللي قال برضه في كلمته بيقول دعا الى الحوار، انا بقول نص كلامه، دعا الى الحوار والكف عن السياسات الاحاديه الموجه كلامه للرئيس الامريكي دونالد ترامب. في طبعا رفت كبير. ما هل ده يعتبر ان ما بقاش التوافق الفرنسي الامريكي فيه اهتزاز فيه او فيه خلل بدا يحصل فيه؟ بس خد بالك، هل في تغير في السياسات؟ انا لاحظت النهارده في خلال الدوره دي من بعد ما كنا كلنا مجمعين على ان ترامب مصر على رفض فكرة الدولتين كحل للقضية الفلسطينية، بدأ يتكلم على احتمال انه يطرح مشروع جديد خلال شهرين او ثلاثة وعلى الاكثر اربعة يتضمن دولتين في داخل هذه الارض، فلسطينية واسرائيلية. ما قالهاش حل الدولتين. حل الدولتين معروف ان هي، لا، هو في ذهنه انه البديل عن اقامه دوله فلسطينيه مستقله ذات سياده انه يجمع الارض الضفه الغربيه وغزه مع الاردن في نظام. فلو كان احد البدائل اللي هو بيطرحها ده، ولا هو ده اللي كان بيسميه صفقه القرن، فهي مردود عليها مسبقا واحنا منتبهين لهذا الاحتمال. صحيح. انما لو كان هياخد موافقات من الجانب الاسرائيلي على طرح دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية بس يكون لها مواصفات وحدود معينة، دي بقى نبتدي نغير موقفنا ونستمع جيدا للمشروع بتاعه. إنما أي حاجة محاولة لاستغلال الكلام، محاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول أوريدي مستقلة بما بحدود معينة زي الأردن أو غيرها زي مصر، يحاول كلام غير مقبول بالينقل قطاع غزه ويخفف سكانه وينقلهم في منطقه سيناء، ولا يحاول يغير منطقه التبعيه بتاعه الضفه الغربيه لوحدها تبقى مع الاردن في كونفدراليه خاصه بيها، اي حاجه على خلاف حدود 67. احنا حددنا مبادئنا حاكمه للحل. وما دخلناش في تفاصيل الرؤى، ونرجو ان يستمر ان يعني يتحد الفلسطينيون على رؤيه موحده. الدور المصري اللي بيقوم بها اجهزتنا المصريه في المصالحه ينبغي ان يصل بها الى مرحله ان يكون المفاوض الفلسطيني ايضا متفق على مفاوض واحد. ما اسمعش رؤى مختلفه. صحيح. برضو حضرتك يعني انا بتكلم عن فرنسا وحضرتك مريت عليها سريعا. هل فرنسا بتخرج بره اطار الاتفاق فرنسا من المؤمنين 100 للدولتين؟
فرنسا ماكرون قايلها في التصريحات الاخيره بتاعته في الامم المتحده، قايل ان احنا مع حل الدولتين، وينبغي قال انما كانت الاطراف الاوروبيه لسه ما انتهتش. هو كان في الامم هو ما كانش عاجبه كلام الرئيس ترامب وهو بيتكلم، بيقول له احنا مش عايزين كلام احادي، الكلام عايزينه يبقى في اتفاق كله متفق عليه. الخلاف الفرنسي الامريكي دلوقتي ايوه على ويشاركه بعض الاطراف الاوروبيه الاخرى مش المملكة المتحدة، قد تكون ألمانيا مع فرنسا في ذلك الشأن، فيما يتعلق بمواجهة إيران كخطر أحادي، خطر أساسي لابد من توجيه الأنظار إليه والاهتمام بمحاربته. صحيح، هو ده الكلمة اللي يقصدها ماكرون في إشارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا نقطتين للخلاف حتى الآن، كانت فكرة حل القضية الفلسطينية مختلف عليها بالمنهج الفرنسي والمنهج الأمريكي، والجزء الثاني معالجة الشأن الإيراني، وعايزينه الأمريكان طبعا لغى الاتفاق من جانبه، لكن الأوروبيين أبقوا عليه. لا، وحصل كمان تلاسم ما بين الرئيسين الإيراني والأمريكي في هذه الدورة، يعني لا طبيعي مفترض حصل تلاسم كبير، وكان شهادته القاعة حتى البعض سخر من الرئيس الامريكي في بعض الحاجات من الصحافة الامريكية، مش حتى جوه القاعة، لا ده كمان الموضوع طلع للصحافة. ما هو بيقال ان في ثلاث حاجات كده شهدتها دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منها اظن اشاروا الى غصن الزيتون اللي حمله ياسر عرفات سنة 74 في الدورة 29 للجمعية العامة، وحاجة تانية مش فاكرها، ثم مسألة لا حفيدة ملكة بلجيكا، أيوة حفيدة اللي هي جابتها معاها في الدورة أول امبارح، أيوة وأظهروها وهي يعني بتاخدها من جوزها أيوة. لكن لفتة خاصة جدا قالوا لك دي لفتة، والتالتة بقى ما أطلقه ترامب من دعابات اضحكت الجمعيه العامه اول امس. شرفتني استاذ سفير، اهلا بيك. اهلا بيك مساعد وزير الخارجيه الاصبر. مشاهدينا مكمل مع حضراتكم، الكلام ما خلصش، عندنا موضوعات كثيره هنكمل فيها، ومستمرين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، لكن هسيبكم مع تقرير محلي من كفر الدوار، من مركز كفر الدوار. الاهالي هناك عندهم مشكله، 16 اهالي 16 قريه بيشربوا ميه ملوثه، بيشربوا ميه بتسبب لهم فشل كلوي. هسيبكم مع هذا التقرير مع زميلنا مينا بولس، ثم نعود لحضراتكم مكملين في فعاليات الجمعيه العامه للامم المتحده وما لدينا كثيرا بعد هذا الفصل.